نوصل للجزء الأخير بحلقتنا لليوم من بتحلى الحياة، وبصرنا نرحب بالسيدة سهى وزان. أهلا وسهلا فيك مدام وزان، حضرتك عضو بهيئة التخطيط بجمعية أجيالنا، وطبعا اليوم موضوعنا هو عن برنامج طموح. خبرينا أكثر لو سمحتي عن هذا البرنامج وشو الهدف منه. برنامج طموح له مع جمعية أجيالنا من سنة 2006، يعني هذه السنة 11 للبرنامج. برنامج بتوجه لكل الطلاب بكل الأراضي اللبنانية، للطلاب المتفوقين والمحتاجين يلي صاروا بدهم يفوتوا على الجامعة وما عندهم القدرة ليفوتوا على الجامعة. نحن بهالبرنامج عم نساعدهم ونعطيهم المنحة المدرسية الجامعية اللي بتخولهم أنه يفوتوا على الجامعة اللي هن بيريدوها. أي متى تم إطلاق برنامج طموح؟ بسنة 2006 تم إطلاق البرنامج مع شركة بيبسيكو انترناشنال، هي بيبسيكو العالمية اللي هي بلشت بالمشروع بلبنان كأول بايونير ستادي، وبعدين رجعت عملت بمصر والأردن، بس كان لبنان لها أول محطة. إذا بدنا نحكي عن عدد الطلاب يلي صاروا لغاية اليوم مستفيدين من هيدا البرنامج، خاصة وأنه هيدا البرنامج خليني أقول أنه بلبنان صار للسنة 11 على التوالي، بالأردن السنة 10، وبمصر السنة 9. صار في عدد كتير كبير، بلبنان يعني صار في 2286 طالب بخلال هال 11 سنة. كل سنة عم بيزيد عنا عدد الطلاب، يعني بلشنا بال 167 طالب، صرنا 229 طالب بالسنة. وما فينا ننسى أنه نحن منكفي مع الطلاب، يعني مش منتركهم نعطيهم سنة واحدة ومنتركهم بدون منكفي لهم الشهادة، لا، إذا ضل عندهم المقومات هي ذاتها ورجعوا قدموا الطلب وبعدهم متفوقين وبعدهم محتاجين، نحن منكفي معهم للآخر. حلو. بقى طبعاً عم نوصلهم للعمل، يعني عم نوصلهم كمان ليصيروا دغري بمجال العمل. طب شو المعايير أو الأسس اللي تطلبوها لحتى تستقبلوا هالطلاب؟ عندنا طلبات موجودة بالبيج بالويب بيج تبع جمعية أجيالنا، أو على الإيميل على الإنترنت www.ajialuna.org/tomoh. بيقدروا ياخذوا هذا الطلب من الانترنت، او بيقدروا ياخذوه من الجمعيه هي ذاتها، او من عده جمعيات على كل الاراضي اللبنانيه ويعبوا هالطلب. هالطلب فيه اسئله، اول شيء حول علاماتهم الدراسيه اخر 3 سنين او الجامعيه، وفي عن الاشياء الاجتماعيه، وجود الاب، وجود الام، شو بيشتغل الاب، كل هالاشياء اللي بتقدر تخولك تعرفي مزبوط شو حالتهم الاجتماعيه، اذا هن بحاجه لهالمنحه ولا لا. يعني عدا عن جمعية أجيالنا، مين هن الجمعيات؟ نحن لحتى نسهل عليهم ونسهل على حالنا الشغل، اشتغلنا مع كتير جمعيات على الأراضي اللبنانية، هعدد لك كم جمعية. هيدول الجمعيات هن بيوصلوا للطلاب بالقرى أو بالمدن، وبيجمعوا لنا الأبليكيشنز، بيجمعوا لنا الطلبات وبيبعتوا لنا إياها على جمعية أجيالنا. مثلا فيني أقول لك جمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، جمعية الإرشاد والإصلاح، جمعية مواساة من صيدا، جمعية إنماء البقاع التربوي، مؤسسات الإمام صدر، مؤسسات رنين معوض بالشمال، جمعية توحيد شبيبة لبنان، جمعية لبنانيون، وبعد في كتير جمعيات بتشترك معنا لتجمع لنا هالطلبات هيدا وتبعتها على مركز أجيالنا ببيروت. بحب كمان نوه بشغل كتير مهمة نحن صرنا عم بلشنا فيها من عدة سنين وعم نكفيها، انه 10% من المنح المدرسية عم نروح لذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة. كمان تواصلنا مع الجمعيات اللي محددة لها الاحتياجات الخاصة، وعم هن عم ينقوا الطلاب اللي هن بحاجه لمساعدات ويجيبوا لنا كمان يعبوا لنا طلبات لهم، ونحن عم نساعدهم بهالجمعيه مثل جمعيه الصم والبكم، جمعيه رعايه المعوقين، كل هيدول كمان نحن عم نساعد معهم. على كل حال مدام سهى وزان، نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، الله يقويكم بهالمهمه الساميه ويعطيكم الف عافيه، تحيتنا لكم بالجمعيه.